أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. إخوتي أبطال المنتصر بالله، ويكفي دوما ونحب أن نقول أمن يا جن، وعندما نقول أمن يا جن فأشاوص الوطن الحقيقيين الأصليين أبناتنا بهذه الأرض بيوعد الشعب السوداني بالانتصار الحاسم مع إخوتهم في بقية القوات المختلفة. نحن جينا يا أخوانا نتفقدكم، ونحن واثقين وعلى ثقة من إنكم مليانين إيمان عميق بحتمية النصر. ما جينا نرفع عليكم معنوياتكم، لكن جينا نرفع معنوياتنا نحن ونرفع بيكم معنويات الأمة السودانية جميعا. نحن أخواننا نقول لكم تحيات أخوكم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للمؤسسة العسكرية، وكل إخوتي في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. وتحية خاصة من أخي الكريم ابن الأكرمين الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل رئيس جهاز المخابرات، وتحية من الأخ محمد حسان الفريق أول مدير الشرطة للإخوة الأبطال المعاكم دائما. ذكرتوني قوات العمل الخاص في أم درمان بلا قوات وأمني لكن ونستعمر أخواني قوات الاحتياط المركزي. نحن جينا أخوانا زي ما قال غايتكم اللبيب، ما عندنا كلام كثير، كلامنا يا أخوانا معركتنا من هنا الجيلي والشرق النيل وحنتوب ومدني وكل غرى مدني والدرحداد الحاج عبد الله السوكي الدندر ومن ثم عبور كل القوات الى من عبر كوستي والدوين وجبل اولياء وام درمان.